مرحبا بكم أصدقائي في حصة جديدة من حصص الرياضيات. لازلنا مع درس قياس السعة، وتعرفنا على اللادر والديسيلادر والسنتيلادر. في حصة اليوم سنوجز بعض التمارين لنتدرب على ذلك ولنختبر مكتسباتنا. واضح؟ مستعدون؟ هيا بنا. إذن في البداية سنقوم بتحويل هذه القياسات. إذن 2 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ وذلك باستعمال جدول التحويل. واضح؟ هيا 2 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ هيا احسبوا. جيد، أحسنتم. إذن لنحول هذه من اللتر إلى السنتيلتر سوف أكتب العدد 2 في جدول التحويل. إذن ما العمود الذي سأكتب فيه هو عمود لتر. إذن 2 لتر أحوله إلى ماذا؟ إلى سنتيلتر. بإضافة ماذا؟ أحسنتم، بإضافة الأصفار حتى أصل إلى السنتيلتر. إذن 2 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ جيد، هل حصلتم على نفس النتيجة؟ أحسنتم، أنتم تلاميذ مجيدون، أحسنتم. إذن 2 لتر تساوي 100 سنتيلتر. واضح؟ جيد. الآن 30 ديسيلتر كم تساوي من لتر؟ هيا أنجزوا. أنهيتم؟ أحسنتم، هيا. إذن نكتب أولا في جدول التحويل 30 ديسيلتر. لاحظوا الصفر هنا، صفر الوحدات يمثل وحدات الديسيلتر. إذن سأكتب الصفر في الديسيلتر ثم ثلاثة بالعشرات باللتر. إذن كم تساوي من لتر؟ أين هو اللتر؟ عمود اللتر هو هذا. إذن تساوي كم؟ أحسنتم، تساوي 3 لتر. أحسنتم، إذا 30 ديسيلتر تساوي كم؟ 3 لتر. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. هيا نمر الآن إلى التحويل الأخير. 400 سنتيلتر كم تساوي من لتر؟ هيا. نعم، أولا أكتبها في جدول التحويل. هيا وانتبهوا، صفر في السنتيلتر، نضع الصفر الأول، صفر الوحدات نضعه في عمود السنتيلتر. إذن كم وجدتم من لتر؟ كم؟ 4. أحسنتم، أنتم تلاميذ مجدون، أحسنتم. إذن سنوجزها على جدول التحويل. إذن نكتب 400 هنا. إذن الصفر الأول قلنا سأكتبه في عمود السنتيلتر، والصفر الثاني في صفر ثاني في عمود الديسيلتر، ثم أخيرا 4 في عمود اللتر. إذا كم تساوي من لتر؟ أحسنتم، تساوي 4 لتر. إذا 4 لتر، إذا سأكتبها هنا 4 لتر. إذا 400 سنتيلتر تساوي 4 لتر. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. الآن نمر إلى التمرين الثاني. مستعدون؟ هيا على بركة الله. أكتب الوحدة المناسبة، السنتيلتر أو الديسيلتر أو اللتر. إذن لدينا هنا رسوم تمثل أوانٍ ومجسمات وغيرها. إذن لدي هنا قنينة زيت، وهنا زيت زيتون، وهنا قنينة ماء، وهنا ملعقة عسل، وهنا حوض مائي صغير للسباحة يسحب فيه الأطفال ويسبحون. إذن الآن سأكتب الوحدة المناسبة حسب سعة كل واحدة منها. واضح؟ إذن قنينة الزيت هاته، هيا، ثلاثة ماذا؟ هل ثلاثة سنتيلتر أم ثلاثة ديسيلتر أم ثلاثة لتر؟ انظروا إلى سعتها. نعم، هيا فكروا كم؟ ماذا سنكتب؟ أي وحدة سنكتب؟ أحسنتم، نعم اللتر، ثلاثة ماذا؟ ثلاثة لتر، أحسنتم. وقلنا بأن اللتر، ما هو اللتر؟
نعم اللترو هو وحدة لقياس السوائل ولقياس السعة، هذا هو الوحدة الأساسية لقياس السعة. أحسنتم. الآن قنينة الماء، نعم ثلاثة ماذا؟ ثلاثة لتر. هل سعتها مثل سعة قنينة الزيت هذه؟ لا، إذا ماذا؟ يصغر. إذا ماذا سنكتب؟ ما الوحدة التي سنكتب؟ سنتيلتر أم الديسيلتر؟ لاحظوا. أحسنتم، ثلاثة ديسيلتر. أحسنتم، إذا هنا سأكتب ثلاثة ديسيلتر. نعم، أحسنتم. الآن الملعقة، ملعقة عسل. ما سعة هذه الملعقة؟ ثلاثة ماذا؟ لاحظوا هي ملعقة صغيرة، إذا سعتها ستكون صغيرة، إذا سأستعمل الوحدة الأصغر، ما هي؟ أحسنتم، السنتيلتر، إذا ثلاثة ماذا؟ ثلاثة سنتيلتر، هكذا، سنتيلتر، أحسنتم. الآن لدي هذا الحوض المائي، حوض الاستحمام أو حوض السباحة، نعم، لاحظوا. ثلاثون ماذا؟ سعته كم؟ سعته ثلاثون ماذا؟ نعم هو يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء حتى يمتلئ، لأن سعته كبيرة. إذا سأحسب باللتر أم بالديسيلتر أم بالسنتيلتر؟ أحسنتم، باللتر. إذا الأشياء التي سعتها كبيرة أحسبها باللتر، والأشياء التي سعتها صغيرة أحسبها بسنتيلتر. أحسنتم، إذا هنا سأكتب ثلاثون ماذا؟ ثلاثون لتر. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم وإلى اللقاء.